العشرات بانفجار في جبل الحديد في محافظة عدن. وأوضح مراسلنا أن أعمال نهب واسعة تتواصل في مخازن السلاح بمعسكر جبل حديد، حيث شهد مواطنين يعرضون المنهوبات من أسلحة وذخيرة للبيع في الشوارع المحيطة بالمعسكر. وتشهد محافظة عدن إغلاق تام للمحلات التجارية وحركة محدودة في الشوارع بسبب تزايد مخاوف المواطنين من أعمال النهب التي تقوم بها الميليشيات المسلحة.